بكم متابعي عن فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. كنتواجدوا الان في عياده الدكتوره امينه كرومي، اخصائيه في الطب في امراض القلب والشرايين. اليوم جينا باش نتحدثوا على الجلطه القلبيه، غنتحدثوا عليها بصفه عامه، ولكن غنركزوا الحديث ديالنا على تنامي الاصابه بالجلطه القلبيه في صفوف الشباب. فشنو هما الاسباب؟ وهادشي اللي غنتعرفوا على لسان الدكتوره امينه كرومي. اهلا بك دكتوره. اهلا بك، شكرا على الاستضافه. دكتوره، بغينا اولا نعرفوا بصفه عامه شنو هي الجلطه القلبيه او السكته القلبيه. الدبحه الصدريه او ما يسمى بالفرنسيه لانفاركتوس دو ميوكارد هو واحد التلف اللي كيصيب الخلايا ديال القلب نتيجه انسداد احد الشرايين التاجيه اللي هما الشرايين المغذيه للقلب. يعني ان فوا تيتبوشا العرق ديال القلب 30 دقيقه من بعد تبداو الخلايا ديال القلب تيموتوا، الشيء اللي تيقدر يؤدي الى قدر الله الى فشل في عضله القلب، او في بعض الحالات يقدر يؤدي حتى السكته القلبيه. وشنو هما العوامل ديال الاصابه؟ دونك مجموعه العوامل اللي كتساهم في الاصابه بالدبحه الصدريه، كاين العوامل اللي ما يمكنناش نتحكموا فيها واللي هي عندها علاقه بالسن او بالجنس. يعني كيكون هذا المشكل هذا بشكل اكبر عند الرجال ما فوق 50 سنه والنساء ما فوق 60 سنه، ايضا تيكون بشكل اكبر عند الرجال اكثر من النساء. كاين ايضا عامل الوراثه، كاين بعض العائلات اللي عندهم تاريخ ديال الدبحه الصدريه او السكته القلبيه. وكاين بعض العوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيها مثل داء ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، السمنه، ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، وايضا الناس اللي تيدخنوا تيكون معرضين بشكل اكبر. هذا بالنسبه لكبار السن. فنجيبوا دابا للشباب، الشباب مؤخرا ملي كنسمعوا بزاف ديال حالات الوفاه والاصابه بالجلطه القلبيه في صفوف الشباب، كيفاش نقدروا نفسروا هذه الظاهره اللي ولات؟ هذا الشيء راجع بالاساس لجوج ديال العوامل الرئيسيه. اولا هو تنامي التدخين في صفوف الشباب، قبل كان التدخين حكر على الرجال، دابا ولينا كنشوفوا ايضا في صفوف النساء وبدا كينتشر بواحد الشكل مهول. العامل الثاني واللي هو خطير جدا هو تعاطي المخدرات، وملي تنقول المخدرات فاخص بالذكر لا كوكايين اي لو كانابيس، يعني القنب الهندي. هاد جوج ديال المخدرات يقدروا يصيبوا المرضى واخا يكونوا صغار في السن، يعني واخا يكونوا اقل من 50 سنه، يعني في صفه في شباب في عمر 30 سنه 40 سنه تيقدروا يتصابوا بجلطات على مستوى القلب بسبب تعاطي المخدرات، بحيث انه يعني نسبه الاصابه بالجلطه القلبيه كتقدر ترتفع حتى لخمسه المرات اكثر من بعد ساعه من تناول قنب الهندي. دونك هذا الشيء هذا هو السبب اللي ولينا كنلاحظوا انه كيتزاد عدد الدبحه الصدريه عند الشباب. وشنو هما الاعراض ديال الدبحه القلبيه؟ الاعراض يعني على حسب المرحله ديال المرض. اذا كان هناك اعراض انذاريه كيقدر واحد الحريق تيبدا يجي المريض في مرحله ديال مثلا المجهود وتيقدر يمشي منين تيرتاح، منين تيوصل المريض لمرحله الدبحه الصدريه يعني العرق تيتبوشى بصفه نهائيه، تيجيه واحد الحريق اللي هو مجهد بزاف داخل القفص الصدري، تيقدر يمشي له اليد اليسرى ديالو، تيقدر يمشي الفك السفلي. بعض الاحيان تيقدر يكون مصاحب بتعرق شديد وبغثيان. ايضا بعض الحالات يقدر يجي حريق في فم المعده، داكشي علاش تنقولوا للمرضى الا جاهم الحريق في فم المعده ضروري استشاره طبيب القلب والشرايين. في بعض الحالات الناس اللي عندهم داء السكري او الناس اللي كبار في السن الاعراض كتقدر تكون اخف، ولذا كنصحوهم انهم دائما يكون عندهم تتبع مع طبيب ديال القلب. كيفاش نقدروا نديروا تشخيص لهذه الحاله هذه؟ التشخيص كاين اولا الا كان المريض يلاه في مرحله ديال يعني الحريق اللي تيجيه في المجهود، فهاد المرحله هذه كنقدروا نخدعوا المريض لواحد الاختبارات ديال الاجهاد اللي كنقدروا نعرفوا واش كاين بوادر ديال انسداد في الشرايين. في المرحله اللي تيكون المريض ديجا في يعني اون بلان كريز، يعني بدات الدبحه الصدريه بدا الحريق مجهد، فهاد المرحله هذه مجرد ان حنا تنقوموا بالتخطيط بعض المرات يكون هو كافي ان حنا نقوموا بالتشخيص، خاصه الا كان العرق مبوشي كومبليتمون. او لا كنقدروا نطلبوا واحد ليزونزيم سكون ابيلا تروبونين اللي كتقدر تساعدنا في التشخيص، وايضا كنقدروا نعتمدوا على الفحص بالصدى. هذا بالنسبه للشباب وبالنسبه حتى لكبار السن. فبالنسبه للشباب شنو هما الاسباب؟ حنا وضحناهم، فشنو كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الحاله ديال الجلطه القلبيه الى جات للشباب؟ يعني التدخل، كيفاش نقدروا ندخلوا في هذه الحاله؟ بالنسبه للشباب اللي كيميزهم هو انه الجلطه القلبيه ما كيكونش معها بوادر، يعني يقدر المريض يكون ما عنده حتى شي اعراض مباشره تيقدر يدخل مباشره في مرحله لاكريز او سكون ابل الدبحه الصدريه.
وهذا الشيء هذا شنو خصنا نديرو؟ الا كان المريض بدا الحريق فالا طول فيه اكثر من نص ساعه سافودير كو ديجا راه الي اون بلان كريز وخصو ينتقل على وجه السرعه لاقرب مصحه اللي فيها تدخل القلبي العلاجي باش يقوم بالفحوصات اللازمه ويخضع للقسطره ديال القلب. في الحاله لا قدر الله الى لقينا المريض مغمى عليه او دخل ديجا في مرحله ديال السكته القلبيه، فهاد المرحله هذه خصنا نتاكدوا ان المريض يعني ماشي غير مغمى عليه فهو في مرحله السكته القلبيه، يعني كنقوموا بجس نبض الشريان السباتي، وايضا تنشوفوا ان المريض ما تيتنفسش نهائيا. فهاد المرحله هذه خاصنا نقوموا بواحد سكون ابل يعني انعاش القلبي الرئوي، بحيث ان حنا تنحطوا المريض على واحد المستوى اللي هو مسطح، وتنقوموا بواحد يعني تكون ابل ماساج كاردياك، واحد الضغطات على مستوى القفص الصدري وسط القفص الصدري، واحد الضغطات اللي كتكون قويه جدا، وخصنا ما نتوقفوش. وفي هذه الوقيته هذه خاص شخص اخر يقوم باعلام يعني انذار الاسعافات باش يحضروا لعين المكان. وكنبقاو في هذه المرحله هذه يعني كنقوموا بواحد 30 ضغطه، وتنقدروا نديروا واحد دو بوشابوش الا قدرنا، وتنكملوا بهذه الوتيره على ما تجي يعني يجي الاسعافات الاوليه. وشنو هما المضاعفات ديال الجلطه القلبيه؟ عندنا جوج ديال المضاعفات الرئيسيه، كاين لا قدر الله كاين خطر الاصابه بالسكته القلبيه، اولا يعني الاصابه بفشل في عضله القلب اللي يرافق المريض مدى الحياه الى تاخر انه يتلقى العلاج. وبالنسبة للعلاج، على ذكر العلاج، شنو هو العلاج اللي موصى به في هذه الحالة؟ العلاج عندنا في مرحلة الذبحة الصدرية عندنا جوج ديال العلاجات الرئيسية، كاين سكون ابيلا ترومبوليز، واحد الدواء اللي تنقدروا نعطيوه في العرق باش انه يفتت هذاك التخثر ديال الدم، الا انه عنده واحد المجموعه ديال الموانع وايضا تيقدر يعرض المريض للخطر النزيف. وكاين كتبقى القسطره العلاجيه ديال شرايين القلب، هي الوسيله المثلى والامنه والاكثر نجاعه اللي كتعطي واحد النتائج مرضيه. وشنو هي نصيحتك في الاخير للشباب اللي ممكن انه معرض انه يتصاب بالجلطه القلبيه؟ اولا عندنا واحد الخطوط عامه اللي خص جميع الناس يحترموها، هو انه نحافظوا على واحد عدد ساعات النوم الكافيه، انه يكون عندنا واحد التغذيه اللي هي سليمه مبنيه على الخضر والفواكه، ونتجنبوا الدهون المشبعه والسكريات، يكون عندنا واحد النشاط بدني اللي هو معتدل على الاقل 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي ديالهم خصو يكون مراقب، يعني مخصوش يتعدى 140 على 90 مليمتر دو ميركور. الناس اللي عندهم داء السكري يكون الخزان ديالهم مراقب بحيث أنه ما يتعداش 7%. ايضا نحاول نحافظوا على واحد الوزن اللي هو مثالي. بالنسبه لفئه الشباب كنشدهم انهم يقوموا بالاقلاع عن التدخين، ولا ما قدروش يستعنوا باخصائيين اللي غيقوموا بالمساعده ديالهم، ويتفادوا تعاطي المخدرات بشكل نهائي. شكرا بزاف على هذا الكم الهائل ديال المعلومات اللي قدمتي لنا وهاد النصائح اللي قدمتي للشباب. فوصلنا لنهايه لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.